شكرا على التعازي. وطريق حميد زيد 28 شهر 8 1982، قرا حتى الباك، ومن بعد كان كيخدم نوبة كومي في الديوانة، نوبة كورسي، حتى 2007. 2007 جابوه وطلب باش يديه لبلجيكا، صوبنا ليه الورق لان كان على كنت انا مفروقه مع بواه، وهو رباته الوالده ديالي والاب ديالي الله يرحمه، وكبر مع الاخوان ديالي، هو اخوهم ماشي ولد اختهم. وفي 2007 داه بواه، داه صوب ليه الوريقات وداه، عاش معاه تمايا، كيجي كل عام دري طيب وخالوق ودرويش وولد باب الله، زعما ما فيه حتى شي مشاكل. نهار الجمعة اللي فاتت واش هو كان في بلجيكا خدام، ولا شنو كان، كيفاش كان طبيعة ديال الإقامة ديالو في بلجيكا؟ في بلجيكا كان خدام وساكن، بلولا كان ساكن مع الأب ديالو، شوية باه عطاوه شي دار كبيرة، خلى ليه هو الدار اللي كان فيها، وكان ساكن بخير وعلى خير، ما خاصو حتى شي خير. هاد البلجيكي هاد الجزائري تلاقى معاه في القهوة كيقلب على الكرة، قال لي الا بغيتي انا نجي نديبانيك واحد شهر ولا شهرين على ما تلقى الكرة وتمشي بحالكم، ما عندوش الوراق غير حارق البلجيكا. قال لي انا نديبانيك واحد شهر ولا شهرين حتى تلقى الكرة والله يسهل عليك. داه معاه للدار الليله اللي غادي يوقع فيها هذا الحديث، قال لك تناقشوا على انا على ما سمعت، كنأكد مزيان للصحافه لان تيقولوني شي هضره اللي ما تنقولوهاش حنايا، حنا غير كيقولوا لينا، ما حنا الحقيقه كلها داها ولدي معاه، ما عارفين حتى حاجه. والجزائري كل مره كيعطي اقوال في شكل البوليس تاع بلجيكا. يعني نتوما لحد الان مازالين ما عارفينش السبب الحقيقي ديال الوفاه ديال طارق؟ لا، ما عارفين السبب الحقيقي ديال الوفاه ديال طارق. اللي عرفنا بانه خلاه حتى نعس وضربوه بالموس، وضربوه بزاف ديال الضربات، طعنوا، وكيتسمى هذا الغدر، و15 يوم رماه في لاكاف، والتليفون ديال طارق تيجاوب فيه هوايا، انا مني كنعيط ما تيجاوبنيش، في الاخر وليت كنلقى العلبه الصوتيه، باه تيعيط كل مره اش تيقول ليه، ها هو مشى يجيب اللحم، هو مشى يجيب الخبز، حتى توقعت الواقعه وجاو البوليس وداو الجثه. عاد ما عرفتش انا كيفاش تساقوا الاخبار وكيفاش المهم احنا مع الحزن ومع الفاجعه اللي وصلتنا ما بقيناش تنقلبوا على اشنو وقع وكيفاش لقيتو. اللي عطى الله عطاه، الدري مات الله يرحمه. متاكده غادي تكون شي حاجه، شي سبب اخرى، شي اسباب اخرى وشي خلفيه وراء هذا الشيء كله، ما نقدرش نقول لك، ما عرفتش باش يقتلوا على قبل كاس افريقيا، هذا الشيء زعما جاني انا غريب شويه. هذه قضيه فيها شي حاجه اخرى، فيها الوراق، لان ولدي عنده باسبور احمر ديال بلجيكا، عنده وريقات وعنده الفلوس، عنده الحوايج، كيلبس زعما راه في التصويره يبان لك تيلبس احسن ما كاين، مهلي في راسو، ما مجوش، ما عنده دراري، ما عنده مسؤوليه، عنده راسو، المسؤوليه ديالي هي راسو، التدواش، الغسيل زعما، واللبس، صافي هادشي اللي كيعرف يدير. انا قلت يمكن فيها الوراق، فيها الفلوس، فيها الدار، فيها بزاف د الحوايج، لا والو، حتى شي مسؤول في بلجيكا ما عيط لينا، ما قال لينا شنو داروا معاه ولا السبب علاش قتلو ولا حتى شي حاجه، حتى واحد ما عيط لينا، حتى شي حد نهائيا. ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال، لان احنا اللي كنطلبوا دابا من السلطات المغربيه هو ياخذوا لينا حقنا ويجيو واسيونا ويسولونا على الاقل، غير يقولوا لينا شنو كاين وهذا وكيفاش وسميتو، هادشي اللي تنطلبوا، غير الحق ديالنا واقصى العقوبه لهذا الجزائري، اقصى العقوبه، لان تكرفص على شاب في عمره 32 عام في ريعان الشباب ديالو، يلاه بدا، يلاه قال بسم الله.